الاله له الحمد في الاولى وله الحمد في الاخره نحمده ان جعلنا من خير امه اخرجت للناس سبحانه جل شانه نشهد ان لا اله الا هو شهاده نساله ان يجعلها لي ولكم وديعه عنده في خزائن حفظه يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ونشهد ان نبينا وامامنا وقدوتنا محمد رسول الله المبعوث رحمه للعالمين ارسله الحق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وانصاره ومن سلك طريقهم واهتدى هديهم الى ان يرث ربنا الارض ومن عليها ثم اما بعد ايها الاحبه في الله اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين نحن مع الدرس الثاني من اسماء الله الحسنى ومعنا اليوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ابتدانا به حديثا عن اسماء الله الحسنى وهو في الصحيحين ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه ونواصل اليوم المقدمات حول هذا الحديث قبل ان نتكلم في شرح اسماء الله الحسنى نقول ومن الله نستمد العون قلنا بان الهدف من ذكر اسماء الله الحسنى معرفه الله عز وجل حق معرفته لان الانسان الجاهل بربه لا يتذوق طعم العباده ولا يعرف قدر الحق جل في علاه بل قد يشرك به وهو لا يدري وقد يكفر به وهو لا يعرف لذلك قال ربنا لحبيبه ومصطفاه فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم لا يكفي الذكر باللسان دون العلم وقلنا بان الامام البخاري عليه سحائب الرحمه والرضوان عنون بابا في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل فالانسان الجاهل لربه لا يعرف القدر كما قلنا ولا يتذوق معنى العباده ولا لذه الطاعه وهذه اشكاليه في الاجيال الاجيال الناشئه للاسف ناتي بها الى المساجد ونامرها
مهمله كيف ان الصحابه رضوان الله عليهم عانوا وتحملوا وبذلوا في سبيل الدين كل شيء، كل امر هان عليهم في سبيل الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لان القلوب كانت عامره، عامره بحب الله وعامره بحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا خبيب وذكرنا بلال وذكرنا اخرين من الصحابه الكرام. لذلك هدفنا من معرفه اسماء الله سبحانه وتعالى ان نعرفها، لان الحبيب قال من احصاها دخل الجنه، واحصاها قد تاتي بمعنى عرفها، تاتي بمعنى عرفها وعدها. لقد احصاهم وعدهم عدا، وان كان بعض العلماء يقولون معنى الاحصاء اشمل من العد، فالاحصاء ان تعرف كل شيء عمن تعده، لذلك قال احصاهم وعدهم. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرض، فهو الى جوار جل وعلا انه يعرف عددهم لا احصاهم، فلا يستطيع احد ان ينكر شيئا عن نفسه ولا ان يدعي لنفسه ما ليس فيه. فالمولى يعرف كل صغيرة وكبيرة عنه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. عالم جل وعلا يعلم دبيب النملة السمراء كما قال عبد الله بن عباس، يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلمها ويراها النملة السوداء إذا تمشي في الليل البهيم الأسود على صخرة صماء لا رمال عليها، يراها ويعلمها. ولذلك عمي بعض شيوخنا الأقدمين والمحدثين بصرد أسماء الله الحسنى، بصردها وكتبوا كتبا في شرحها، المجال لا يسع لذكرها، لكن بعض كتب شرح هذه الاسماء وجمعها، ولا يوجد حديث صحيح جمع الاسماء كلها، انما هي مجموعه في روايه عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم، لكنها هي صرد من راوي الحديث وليست من النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصى دخل الجنة، هذا هو الحديث. لكن جاء من جمع الأسماء، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب إلى آخر ما ذكره الإمام الترمذي في سننه. لكن هذه الأسماء الحقيقة كثيرة، قد يعلمنا الله بها وقد لا نعرفها، قد نعرف بعضها وقد لا نعرف، فهي في الحقيقة أكثر من 99. أما لماذا يقول الحبيب إن لله 99؟ سنعرف بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو
قد يعلم احدا من خلق اسماء لا يعلمها الاخرين. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وشفاء همي وغمي، او قال وذهاب همي وغمي، شفاء صدري وذهاب همي وغمي. وهذا الحديث ثابت وصحيح. وفي حديث الشفاعه يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ثم اسجد تحت العرش سجده. حديث الشفاعه تذهب الامم الى الانبياء، تذهب الى ادم، ثم الى نوح، ابراهيم، الى موسى، الى عيسى. كل نبي يقول هذا في يوم القيامه حتى يجلى الموقف. فكل نبي يقول نفسي نفسي. وحينما تذهب الامم الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا لها انا لها، لا يقول نفسي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاه والسلام في حديث الشفاعه: ثم اسجد تحت العرش سجده فيلهمني الله محامي. في هذه السجده يلهم الله عز وجل محامده واسماء لله جل وعلا وصفات له يذكره بها لم يذكره بها صلى الله عليه وسلم من قبل. ثم يقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول: يا رب امتي 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 أمتي أمتي أمتي. هذه واحدة. الأمر الآخر أن هذه الأسماء أسماء الله، أسماء توقيفية، يعني لا يصح لك أن تخترع اسما لذات الله فتسميه به. ما ينفعش أقول عن ربنا جل وعلا مهندس الكون. هذه ليست من صفات الله وليس من أسماء الله. أو تقول مخترع الدنيا، مخترع الكون. لا، إنما الأسماء كما قال علماؤنا توقيفية، ما ذكره الله في كتابه أو جاء على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والله قد ذكر أسماء كثيرة في كتابه، وجاء على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة كذلك. من هذه الأسماء ما يختص بذاته وحده لا يشارك فيها أحد، كاسم الله الله أو الرحمن. هذان الاسمان لا يمكن ان يشاركه فيهما احد. لذلك قال ربنا في خاتمه سوره الاسراء: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. لكن هذان الاسمان اختصاصه جل وعلا الله والرحمن، وسنتكلم عنهما فيما بعد حينما نشرح اسماء الله. اما ما عدا ذلك فقد قد يوصف كاسم الرحيم جل وعلا من اسمائه الحسنى الرحيم، من اسمائه الحسنى الرؤوف، من اسمائه الحسنى الحكيم، من أسماء الحسنى العدل. لكن قد يوصف، الله وصف نبيه بثنتين من صفاته جل وعلا: إعلاء لقدره وتقديرا لشأنه. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم.
عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين الصفتان هاتان للحبيب محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال ان الله بالناس لرؤوف رحيم جل وعلا يصف ذاته ان الله بالناس لرؤوف رحيم. قال عن حبيبه محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لكن الصفه حينما يوصف بها عبد لها قدر، حينما اقول هذا القاضي عبد له قدر في عدالته، فليس عبده عبدا مطلقا، قد يحيد حينا، قد يفوت عليه الامر حينا. حبيب عليه الصلاه والسلام وهو المؤيد من قبل الله عز وجل بالوحي، وما ينطق عن الهوى يقول عن نفسه انكم تختصمون الي، انكم تختصمون الي، تاتون للخصام بين بعضكم بعض، تكون هناك اشكاليات تاتون، انكم تختصمون الي، وان احدكم يكون الحال في حجته من اخيه فاحكم له، وان احدكم يكون ألحن يعني أظهر في حجته وأوضح من أخيه، عنده لسان يستطيع أن يتكلم والآخر لا يستطيع، جاء بحجة ظاهرة والآخر لم يأتي بحجة، الرسول لا يعلم الغيب إنما يحكم بالظاهر، والله جل وعلا هو عالم السرائر، يقول فأحكم له بما ظهر لي، أما ما خفي فالله جل وعلا أعلى وأعلى، أما الله فإن عبده مطلق كما قلت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكرت قولة ابن عباس رضي الله عنهما يعلم الدبير النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فعبد الله المطلق، أما عبد الناس عبد نسبي. تقول هذا الإنسان رحيم، رحمته رحمة نسبية، رحمته رحمة نسبية، حتى الأم رحمتها بأبنائها رحمة نسبية، أما رحمة الله بعباده بالخلق فهي رحمة عامة، رحمة أصيلة. هكذا قد تكون هناك بعض الألفاظ صفات يشترك فيها العبد، لكن لا يحمل نفس المعنى الذي إذا أطلقناه على ذات الله جل في علاه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله من صفاته جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وهذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي قول الله في قول المولى سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه، الله يحب منك أن تدعوه بأسمائه الحسنى، تدعوه بها. كيف قال العلماء الدعاء بأسماء الله أن تذكره، أن تثني عليه بها، كما قال ربنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وكما قال في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته
احسن دعاء كما يقولون. ان الله يستحيي ان يرد لعبده ذكرا ذكره به. فاذا انت اردت ان تدعو فقل الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه. اذا اردت ان تدعو الله فقل الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله القادر على كل شيء. الحمد لله الذي لا اله الا هو. الحي القيوم الواحد الاحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احد الصحابه ذكر هذا الدعاء امام الحبيب عليه الصلاه والسلام فقال لقد دعا بسم الله الاعظم الذي ان سئل به اعطى وان دعي به اجاب. اثنى على الله بما رآه ثم ادعو حاجته ثم ادعو حاجته ثم اختم دعاءك بالصلاه على رسول الله والثناء على الله عز وجل. فهذا دعاء فادعوه بها. هذا دعاء لله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى. وقد يكون معنى الدعاء العبادة. الدعاء قد يكون معنى العبادة. لأن في الحديث الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وسيدنا إبراهيم لما قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. يقصد هنا وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله. هو قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. معنى تدعون هنا تعبدون. لذلك قال ربنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليم. كيف تعبد الله بهذه الاسماء؟ ان تعيش بها. لان هذه الاسماء ليست اسماء جوفاء لا معنى لها. ليست طقوسا مبهمه لا حياه فيها، لا. انما هذه الاسماء معاني حية. لو لاحظت أن هذه الأسماء كلها هي الدين. هي الدين. ولذلك هناك من العلماء من يقول من عبادتك أن تتخلق بها. أن تكون هذه الأسماء معك في حياتك، في سلوكك، في تعاملاتك. والا ما الهدف؟ الا ما الهدف من احصاها؟ ان الانسان يقراها مثل البغبغان؟ ها؟ يجلس فيرددها دون ما ان يكون لها معنى في الحياه؟ لا. القران نفسه رب قارئ للقران والقران يلعنه. وصح في الحديث والقران أو عليه حجة لك حينما تعمل به وحينما تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. حجة لك وحجة عليه حينما يقرأ الإنسان كتاب الله وكما قال الحبيب لا يجاوز حناجره. لا يجاوز الآيات، لا تجاوز الحناجر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فيعلم أن الخمر حرام، لكن يبيع الخمر، وهو يقرأ الآيات يبيعها، يشربها، يناولها، يحملها، يقرأ أن الميسر حرام، القمار، لكن قد يسمى بغير اسمه فتجده يتعامل ويتعاطى به وهو يقرأ الآيات ويعيش معها، لكن
هذه الآيات لا تجاوز حناجرها، لا يحيا بها ولا يعيش معها. لذلك من معاني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، عاش معها، تخلق بها، كانت هذه الصفات سلوكه في الحياة. لذلك كانت له شفيعا يوم القيامة في دخول الجنة. صلى الله أن يجمعني وإياكم على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكتبنا وإياكم من أهل الجنة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في تعاطينا مع أسماء الله جل وعلا وصفاته، قد يقرأ العبد اسما من أسماء الله فيلتبس عليه، يقرأ الضار، هل ربنا جل وعلا يضر احدا؟ الضرر صفة نقص، إذا كانت في الإنسان حينما تضر غيرك صفة نقص فيك في الإنسان، لأن المؤمن لا يضر أحد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالنخلة حيثما وقع نفع. فكيف تطلق أمثال هذه الأسماء على ذات الله عز وجل؟ إجابتنا عن هذا من ناحية، ناحية أولى في شيء في اللغة يسمى من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، كما قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما يمكر الإنسان هذا نقص، كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى يستدرج العبد بما بفعله، بما يعمل، كما يقول العلماء: الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، هو مكر بأخيه، هذا المكر يعود عليه، يعود عليه. ولذلك قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يرتد فيه، يرتد فيه وإليه. الجزاء من جنس العمل، هذا في اللغة العربية يسمى أسلوب المشاكلة، أسلوب المشاكلة. المولى سبحانه وتعالى يعاملهم بألفاظهم، لكن تعالى الله جل في علاه أن يكون هذا المعنى منسوبا إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: أمثال هذه الصفات لا بد أن تقال مع ما يقابلها، لا تقال، لا تقول الضار، إنما النافع الضار، المعز المذل. لابد أن تأتي الصفتين ليكمل المعنى الآخر وليستقيم المعنى في قلب العبد. وهذا إن شاء الله سنتعرض إليه حينما نأتي إلى شرح بعض أمثال هذه الصفات. لكننا نؤمن بأسماء الله كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى،
لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله من أي شيء ربك؟ لأنه اعتاد في إلهه أن يصنع تارة من خشب، يصنع تارة من حجر، تارة من عجوة. ها؟ هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فالرجل يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عقلية أقصى ما عنده وأحسن إله وآل في حياته هو من العجل. وإذا جاء أكل ولا يدفع عن نفسه ضر ولا نفع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد، صمد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قراءة كفوا أحد، كفوا أي شبيه، ليس له شبيه ولا نظير. حينما يكون الله سميع نعم، لكن ليس كسمع الضعيف. الله بصير ليس كبصري المحمول، إنما الله يتعالى فوق ذلك، ليس كمثله شيء، من غير تشبيه، من غير تعطيل، ومن غير تكسير. وإنما نحن مع ما قال ربنا جل في علاه في كتابه ووصف به ذاته ونفسه سبحانه وتعالى. وحينما نفهم الآيات نلحقها بقوله جل في علاه ليس كمثله شيء. تعالى الله عن الشبيه وعن المثيل وعن الند سبحانه وتعالى. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم معرفته حق معرفته، وأن يجعلنا وإياكم نقدره حق قدره. فالإنسان والله والله أيها الأحبة، حينما يعرف الله حق معرفة وحينما يقدر ربه حق قدره يتذوق العبادة. حينما يقوم بين يديه يعرف لذة الطاعة. لكن للأسف حينما لا يعرف قدره وحينما لا يأنس به، عندئذ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأوامر كلها تكون شيء تقليدي، شيء تقليدي أشبه ما يكون بأمر تعطيه الكمبيوتر فيخرج لك ما تريد، لا أكثر ولا أقل من ذلك. لكن أرحنا بها يا بلادي، لا تأتي من فراغ، أرحنا بها يا بلال. جئتك بقوم يحبون الموت في سبيل الله كما تحبون الحياة، يستوي عندهم الأمر. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله حق معرفة، فعاشوا معه حياتهم وليلهم مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الله وحب رسوله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل قريب إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل قريب إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل قريب إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد ولا تجعلنا منهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فعليك به واجعل تدميره في تدبيره، وشتت شمله وفرج جمعه وارن فيهم ايه من اياته. اللهم عليك بالظلمه الطغاه، اللهم عليك بالظلمه الطغاه، اللهم عليك بالظلمه الطغاه. ربنا افر علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.